برنامج فني أسبوعي يأخذنا في مشوار مع شخصيات فنية. رحلة قطار العمر. يأتيكم كل يوم أحد الساعة 9 مساء عبر أثير إذاعة صوت العاصمة. رحلة قطار العمر. رحلة قطار العمر مع حامد علي. مساء الخير على عراقنا وعلى بغدادنا العروسة، مساء الخير على دجلة والفرات. مستمعي ومشاهدي إذاعة صوت العاصمة، طاب يومكم وحيكم من وسط بغداد وبرنامج رحلة قطار العمر. سيكون معي كالعادة من خلف المكسر الزميل جهاد الزبيدي. وأنا معكم في الإعداد والتقديم حامد علي. خمسون عاما من العطاء منذ بداية الستينات ليومنا هذا، لم تتوقف هذه العجلة نحو الإبداع والتميز. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، رحبوا معي بالفنان القدير عدنان شلاش. أهلا وسهلا. يا مسيت العافية. أهلا وسهلا. أسعد الله أوقاتك سعد عدنان شلاش. يا مرحبا بي. رب يحفظك. وبأمانة بغداد وبإذاعة أمانة بغداد. احنا سعداء اليوم. اهلا ومرحبا. سعداء جدا بك بحضورك يمنا. خلنا ناخذ فاصل ونكمل حديثنا مستمعينا ومشاهدينا الكرام. فاصل وراجع لكم. حلوة حلوة منك جهاد. خلينا أستاذ عدنان، أنا طبعا متلهف في هذا اللقاء من زمان. يا مرحبا. لأن ذكريات مسرحية المحطة ظلت بذاكرتنا، وأعتقد ماكو فترة قليلة إذا ما نعيد مشاهدتها. نعم. بنيت وبناء صحيح، لكن خلينا
نعطر الاستوديو بأجمل هاي الذكريات. نعم. خصوصا عند دخولك للمسرحية مسرحية المحطة. نعم. وتأديك السلام بصورة غريبة وهي طريقة الغناء. خلي نسمع من المخرج. سلام عليكم. عليكم السلام. يبا زين يبا زين لا هي زعلانة هلا وردها زهتلي وصب وخد من صار بنشار لا روح زعل بنشار أقول لك يا أبويا ثواب لأهلك بعد إيش كثر ويش القطارية بعد 3 ساعات مالك يا عم تنقز نقز متعارك وياك هذي ما تشوف البايسكل شلون صاير شو أنا يا همالتي جاك مو قاعد هنا أدري وأنا قاعد ناطور إلا ناطور ما واحد يرق قلبه على الثاني أوين حقك المصيبة مصيبتي المصيبة مصيبة لا لا بنش اللي وصلني الهل يا أخو لا يا أبويا مو بنش وأنا أقول بنش لا لا مو بنش أنا أقول بنش أنا ضبط الحشاية يا وليدي مو بنش وأنا ضبط العقال بنش حسان أنت ما تقول لي عليش تلح وتدوخ راسك وأنا عمك ملب تتعبني يبلي اللي عندك من هذا اللي كني نفاخة لا يا ابويا هذا اللي يطلع هو باب ايه علمي اطلع يا عمي هو ضار عندي فكر يا زاير يعينك الله الله وكيلك بان عروحي شوف جديد يا زاير الله وكيلك شوف جديد بس عشر رقابي شوف جديد نعم بس عشر رقابي عشر رقابي عشر رهمت رهمت هسه هو بنشر لو مو بنشر هو مو بنشر بس هذا المجنون نزل الهواء مالته نزل الهواء مالته نقول فش ايه التاير ايه مو ايه حلوة طبعا انا بالبرنامج رحلة قطار العمر ادقق على الصغيرة نعم الكبيرة دخولك للمسرحية سعد عدنان شلاش دخول هو غريب يعني هذا يمكن اكثر من 38 سنة ما دخل فنان مع احترامي للكثير ما دخل بهذا الدخول وهذا الغناء وهاي الطريقة نعم. هاي التحية هاي الصوت صوت اللي غنيت به أنت تغني قبل؟ لا ما أغني بس القعدات الحلوة والأصدقاء نغني تغني أغني داخل حسن داخل حسن داخل حسن هم تذكر شيء من أغانيه؟ لا ما أتذكر ما تتذكر إيه طيب هاي التحية لو واحد طلبها اليوم منك تقدر تأديها نفس الطريقة سلام عليكم يعني يعني شلون من دخلت يا أبو زينة والما دخلت أرد أسمعها بديت الأبوذية إيه نعم بديت الأبوذية بشكل تلقائي نعم ما كنت أتصور أنه هذا العرابي قاعد نعم بس هو إلى أصل بيت الأبوذية نعم بيت حقيقي نعم الروض اللي كنت ساجيها وردها دهاك البين يا العافس وردها فلانة لا زعلانة وردها زهت لي وانشفت من بين يديه هاي الأصل القفلة اي نعم زهت لي وانشفت من بين يديه لما خليت إيدي على التاير صار زهت لي وصبخت يا أبويا بنشر وشون التحية صارت من دخلت يعني بقوة لازم يدخل المسرح الفنان بقوة بقوة حلوة مستمعينا ومشاهدينا الكرام للمشاركة الاتصال على هواتفنا المفتوحة 0770-8801 0770-8802 مسرحية المحطة تأليف صباح عطوان بالمناسبة صباح عطوان تبرى من العمل تبرى من العمل شلون قال هذا مو تأليفي هو فعلا
كل واحد كتب دوره بيده. أريد هاي التفاصيل منك أسمعها. نعم. المسرحية ما كانت هالشكل جادة. نعم. إحنا كل واحد كتب دوره بيده. يعني أنا كنت دخولي بس أخذ البايسكل وأطلع، لا أغني ولا كل شيء. نعم. اضطريت أن يكون إلى مقامه. نعم. شنو ال قالت صباح عطوان شو يقول بالأخير؟ قال يعني ثاني في المجموعة مثلا صباح عطوان ثاني يوم. نعم. اجى للقاعة دي باوع المسرحية، قال انه هاي المسرحية متأليفي، متأليف انا متبري منها بهالطريقة هاي. ايه فعلا، هي الأدوار كل واحد كتب دوره بنفسه. نعم. كل واحد كتب دوره نفسه. نعم. أكو شخصيات دخلت للمسرحية ما لها علاقة. ما لها علاقة. ما لها علاقة. مثل من؟ مثل سائق الإسعاف. صبح العزاوي ذكره الله يرحمه. نعم. دخل مثلاً عدنان حداد الله يرحمه. نعم. دخل ما له علاقة بالمسرحية. شو رهمت؟ رهمت من خلال العروض، عروض مستمرة وعرض وراء عروض. إيش قد استمر العرض مال المسرحية المحطة؟ حوالي سنة. 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 أي بغداد. بغداد لا أشهر، واحتاجوا المسرح لاحتفال رسمي. نعم. فتحولت إلى للخيمة. نعم. تحولت للخيمة قل جمهورها سبب المكان يعني؟ سبب المكان وسبب. طيب انتقلتوا بها؟ أنا اللي أتذكر ذاك الوقت أتذكر أسمع أنه محافظات صارت عندكم هي هاي المسرحية. كل المحافظات رحنا. يعني تقريبا الموصل، أربيل. نعم. كربلاء، نجف، يعني هواي، ذي قار. شلون كان الإقبال بالمحافظات بالنسبة لبغداد؟ إقبال بالنسبة للموصل كسروا الجام مال الباب. الله. اي. ايش قد استمرت بالموصل تقريبا؟ اسبوع. 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 ليش ما استمرت اكثر؟ ما يعني منهاجنا هو هذا. منهاج. ايش قد كان سعر البطاقة ذاك الوقت؟ هي منتصف الثمانينات مسرحية المحطة. لا 83. 83. اي نعم. ايش قد تتذكر سعر البطاقة الدخول؟ دينار وثلاث دنانير. دينار وثلاث دنانير. نعم. يا محلاها. المريضة بالمسرحية منو كانت؟ نهلة داخل لو فائز. نهلة داخل. المريضة نهلة داخل. نعم. فائزة منو؟ فائزة جاسم. فائزة جاسم جت بديل. بديل بعد نهلة؟ بعد نهلة. نهلة ليش يعني شنو تركت العمل مثلا؟ ما تركت العمل أو صار عندها ظرف خاص. نعم. نعم. فظرف خاص اضطرها أن تنسحب من العمل. أذكرك جعاور. جعاور يقول مين علة المصران؟ علة المصران من الإذان. على مستوى اي نعم اي نعم علة المصران ما تجي من الإذان. تجي من الإذان. جعاور يقول جعاور. خلنا ناخذ الاتصال نقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. شلونك استاذ حامد؟ عبد الكريم العبيدي. أهلا أهلا. محافظة الأنبار. يا مسيت العافية. تحياتي لك والفنان الرائد عدنان شلات الذهب. يا مرحبا أنت ذهب. تحياتنا عبد الكريم. شلونك استاذ عدنان أخبارك؟ الله يخليك الحمد لله. ما شاء الله طالع شباب الدق على الخشب. يعني مثل ما شاء الله أنه أشرقت ورورة بعد شلون؟ الله يخليك. خليك الله. شخبارك أمورك أستاذ عدنان؟ والله هالغيبة. والله قاعد بالبيت. لا
نعم. يلا عندك الصحة والعافية إن شاء الله. الله يخليك. عندك الصحة والعافية إن شاء الله. الله عبد الكريم استذكر من أعمال الفنان. والله أعماله كثيرة، تحضرني مسرحية المحطة. هو والمرحوم طالب الفراتي. الله. من يقول لي تراد لك يا زاير رجع حارة. رجع حارة. وكان فنان رائد هو وعنده أعمال كثيرة بس ما تحضرني. إيه نعم نعم. يعطي الصحة والعافية أستاذ عدنان. الله يخليك الله يحفظك. بس صوتك حلو ما تغنينا شوية ما خوش أنا عندك بالمحطة خد صوت حلو استاذ عدنان. صوته حلو. كان صوته حلو. بس الجقاير أذتنا. بالعكس هاي سوي لك نغمة النوم. بالعكس غنينا شوية لو مقطع صغير عمي عدنان. نعم. يا عيني عبد الكريم. شكرا. بيخليك. شكرا. هننطي مجال غيرنا إن شاء الله. شكرا. شكرا. لك أستاذ جهاد. شكرا. حارف. شكرا تحياتنا. حبيبي عبد الكريم شكرا على اتصالك. شكرا. سولفنا على دخولك للمسرحية وكان جميل جدا، لكن قبل خروجك للمسرحية استمريت بالغناء. استمريت وطالب الله يرحمه ناداك قال لك بويا صاحبك بويا ها سويت شلت البايسكل انزعجت يلح بالأسئلة ايه شو تريد مني شنو ايه ضريبة علي تريد تقرط الإجازة البايسكل من شلته وطقيته بالقاع توقعت هاي الصرخة من الجمهور أنا يعني حسيت الجمهور من أول كرسي القاعدين للأخير ضحكة واحدة صارت استقبال استقبال رائع كان وهذه جت متأخرة طبعا الإضافة اي نعم مع البايسكل بالعروض الأخيرة بالعروض مو بالأساس اي نعم ومن حرك السريع صار طالب طالب الفراتي طلب منك سؤال يريد الدفة مو انت هم أذيته بسوالفك الرجل هو بردان ومريض وطلب من عندك طلب منك الصوبة. الصوبة منين أجيب؟ صوبة المحطة وين صارت؟ باقت. تذكر سالفتها؟ ها؟ تذكر سالفتها؟ لا والله ما أتذكرها. لا شفنا الأفندية ولا الصوبة. خلنا نأخذ الاتصال ونقول ألو. ألو مساء الخير. مساء الأنوار. مساء العافية عليكم. تحياتنا بس صوت الصوت ناصي. ما ادري من مخرج ما ادري من يمكن استاذ حامد اي نعم ام احمد اي ام احمد من كركوك من كركوك تحياتنا ام احمد تحياتنا لكم تحياتنا لاهل كركوك ولجهودكم ربي يحفظك ما اعرف شلون اوصفها لكم الله يحفظك اليوم الفنان المخرج استاذ جهاد الله يحفظكم وهاي تحيات زميلنا جهاد على برامجه الحلوه شكرا اللي قدمنا اروع واحلى فنانين القدماء الله يحفظكم الله يخليك نعم شلونك استاذ عدنان اهلا يا مرحبا مية الحياة ان شاء الله الله يخلي اصلك طبعا اليوم مو بس الاذاعه منوره الدنيا كلها منوره أكيد. الله يخليك اكيد اكيد بوجوده انت النور اكيد ان شاء الله شلون شنو اخر اعمالك استاذ عدنان اخر اعمالي ما ادري والله آخر أعمالي مسلسل أمطار النار وسنوات النار نعم وماكو أحلى من مسرحية البايسكل المحطة كنا نسولف بها حلوة تاريخ نعم البايسكل وراك وراك يعني ما عرفت أبدا شلون البايسكل مالته إيه ما عرفت أبدا وياك وياك البايسكل تقول ما عفته وياك وياك بالمسرحية وياي إيه طبعا يا ترى لحد الآن موجود البايسكل موجود إيه موجود يعني والله. محتفظ بيه لا من أثاث المسرح أي لا لا برام تنفيذ كلش كان حلو نعم محمد الله يخليك يا مرحبا الله يسلمك ومبنونين استاذ حامد على برامجك الحلوه تحياتنا ام احمد شكرا على اتصالك والمداخله الجميله مع السلامه شكرا مع السلامه شكرا مع السلامه ناخذ اتصال اخر
ألو مساء الخير. أهلا مساء النور. مساء النور أستاذ حامدي، شلونك؟ شاكر وياك. الله يحفظك. تحياتي لك. تحياتنا شاكر. أهلا يا مرحبا. بس الصوت ناصي ما أدري أستاذ جهاد. مية هلا حياك الله. إي نعم. شو تسمعنا هسه؟ إي جيد. سواضح؟ واضح. هسه واضح. طبعا من المسرحيات اللي أعزها. أنت من عشاق المسرحيات هاي القديمة. المحطة والخط العصر. بالنسبة للمحطة بها محاور يعني صح. نعم. بها أشياء مضحكة مثلا كبد أبو تيسير الفنان هذا شو اسمه اللي بالخارج هسه الله يذكره بالخير. ربيع الشمري. ربيع الشمري. لا عماد. عماد بدن. خليك مرافق على الخط. عماد بدن. عماد بدن. عماد بدن. عماد بدن. اي عفوا. نعم. عماد بدن. هسه بالسويد. بالسويد نعم. طبعا هسه هاي مسرحيه المحطه بها عن عده محاور يعني الغيره العراقيه تمثل مال هذا الله يرحمه طالب الفراتي كان انسان متواضع بينما ذاك عبد الجبار كاظم الله يرحمه كان متكبر بس من شاف انه طالب الفراتي نعم. واحد شال هاي المريضة نعم اخذت الغيرة والحمية رغم متكبر تحول الى من انسان مفترس الى حمل وديع يعني الغيرة العراقية يعني انه العراق يشوف معف صاحبه قال يعني شوف هذا الرجال الكبير هيشي وانا غير يعني اجمل رساله يعني كانت اجمل رساله كانت عندي دائما نعم. اتفرج هاي المسرحيه باستمرار ما من عنده عندي بس سيدي دائما اتفرجها اي مسرحيه بيها دروس اجتماعيه نعم. دروس ويعني اشياء يعني كلش حلوه كوميدي الموقف كوميدي الموقف وطيبه اهلنا بالناصريه اي ويعني يعني يعني شو تريد تقول يعني يعني والله العظيم انجح المسرحيات يعني أكيد. يعني لو اني رئيس الوزراء لو اني مسؤول ما اقول لك ما بالغ اللي مثلوا المسرحيه الخيط والعصفور والمحطه ذولا كل واحد كل مناسبه كل عيديه مليون دينار اكراميه والله عشت اسوي له تمثال من ذهب خالص عشت يا ريت يسمعوا الناشئين اتمنى يسمعوا بهم هسه خلينا نحافظ على ال 500 مال نقابه الفنانين مال هالوقت مع الاسف مع الاسف والله تهميش من الدوله يعني يعني انا بس بالنسبه والمسلسلات العراقيه الناجحه الذئب والنسر ومناء وباشا ومناء وباشا ملتقي بثلاث فنانين مقداد عبد الله كل جمعه التقي به نعم. محمد هاشم ملتقي به وعزيز خيون ملتقي بثلاث شخصيات ملتقي بهم ايه ملتقي بهم ثلاث شخصيات اما المحطه للاسف الشديد ما ملتقي ولا فنان واتمنى فديهم بالمتنبي انا كل جمعه تواجد التقي بك استاذ عدنان الله يخليك انت اشرف بس تروح المتحف دار السلام بالمركز الثقافي بس سل قول شاكر اري شاكر دائما تردد عليكم نعم. ان شاء الله نلتقي بك يا ان شاء الله الايام القادمه واتمنى لكم النجاح والتوفيق يا اشكرك الله يخليك يا رب اتمنى الدوله اتمنى رئيس الوزراء ووزير الثقافه يلتفتوا للفنانين القدامى ذولا خيمه ذولا علم اي والله اهلا مرحبا يا مرحبا شكرا شاكر شكرا على هذا الاتصال منو من الممثلين اللي مسرحية المحطة حصرا كان إلى أول دور بهاي المسرحية ماكو أول دور البطولة جماعية أول دور على المسرح بالمحطة بالمحطة أكو فنانين دخلوا بالمحطة هذا أول دور لهم عبد علي اللامي على خشبة المسرح على عبد علامي وبعد وربيع الشمري طالب طالب لا من البداية اي من البداية بس هذا اول دور له على المسرحية اي بهاي المسرحية اول دور له ما مشارك بمسرحية ما مشارك سابقا وانا التقيت بدكتورة ليلى محمد تحياتنا لها نعم قالت طالب الفراتي كان له هذا اول دور على خشبة المسرح اي صحيح صحيح هذا الخبر؟ صحيح أول مرة يصعد على المسرح أي نعم وكان طبيعي تلقائي تلقائي أنت أول دور إلك على المسرح كان يا سنة؟ عام 61 61؟ أي واي فرق الزمني نعم وبينك وبين طالب؟ أكو مسرحيات ورغم طالب أكبر منك سنة؟ أي أكو مسرحيات جادة قدمناها معرض الجثث لساني أكوان أول مسرحية شنو كان اسمها؟ معرض الجثث معرض الجثث
وشمع دنات الأسقف وراها. نعم. ومسرحيات والمسامير مال سعد الدين وهبة. نعم. تعريق الفنان حسين الهلالي. نعم. وبعدين جيت البغداد. نعم. أي نعم. خلنا نأخذ الاتصال ونرجع لحديثنا الشيق ونقول ألو. ألو مساء الخير أستاذ. هلا وتسبيح، تسبيح صوتك ناصي والصوت عندنا قليل ما جاي نسمع زين. إيه. إيه علي صوتك. شلونك أستاذ؟ تحياتنا. يا مرحبا. تحياتنا. تحياتي لأستاذ عدنان. أهلا وسهلا حياك الله. أستاذ سؤالي. نعم. أصعب دور أداء أستاذ عدنان بحياته الفنية. أصعب دور بحياتك الفنية. بسنوات النار. سنوات النار. نعم. مسلسل سنوات النار. مسلسل. سنوات النار. إيه. إيه نعم. إيش كان دورك أستاذ؟ دوري رفيق حزبي قديم و... إيه. إيه. وعلى المسلسل بيا سنة. يا سنة تقول مسلسل. والله بالتسعينات أعتقد. التسعينات. إيه. أي شكرا أستاذ، تحياتي لمخرجنا المبدع أستاذ جهاد الزبيدي. تحياتي. تحيات جهاد لك يا تسبيح. شكرا على اتصالك. أستاذ عدنان، العراق في السابق مر في ظروف عصيبة. نعم. يعني من الداخل وكذلك حروب استمرت عدة سنوات. كان لدينا إنتاج للسينما والمسرح. نعم. والتلفزيون. نعم. هاي الظروف استطاعت يعني ان تخلق مساحة للإنتاج. شلون تشوفها انت كفنان؟ والله اشوفها هي فترة مرحلة متميزة. نعم. من ناحية تقديم الأعمال التلفزيونية. نعم. والإذاعية. نعم. إيه. فكانت راقية و واختيار صعب. بعدين اكو رقابه. نعم. رقابه على الحوار، على الناس. الناس. نعم. والاداء والشغلات. نعم نعم. المخرجين كانوا كفؤين. طيب اليوم كذلك مر العراق هم بظروف كثيره، ظروف يعني الهجمه الداعشيه اللي سحقت على أيدي أبطالنا. هاي الأحداث مو كافية أن تخلق مساحة للإنتاج؟ نعم، أكو مشاكل وأكو يعني مستمرة، وممكن أن يكتب عنها الكاتب. نعم. يعني أنا من الناس كتبت حوالي 3 مسلسلات الآن موجودة بالبيت. نعم. ما حد يأخذها. نعم. طيب بدول عربية. نعم. مثل مصر، هسه نختار مصر مثلا. نعم. تشوف الفنان عندما يكبر ما يطلق عليه بين قوسين عجوز. نعم. ويركن على صفحة، يبقى أدواره إلى مماته. صحيح. أحد بالأدوار. أحد يعني مثلا عادل أدهم، عندك الفنان عادل أدهم، محمود المليجي، عمر الحريري. نعم. يعني عمر الشريف. كبار. كبار وأعمارهم وظلوا مستمرين. إيه. اليوم بالعراق اللي يكبر يركن على صفحة، يركن يبدو الشكل أو مزاجية الشباب المقدمين اللي يقدمون واللي يدورون على أشخاص يمثلون ويشتغلون. نعم. إيه يبدو الاختيار صعب. الاختيار صعب. معدنا نجوم. عندنا نجوم بس ما يلتفت لهم. نعم. أستاذ عدنان، كل ضيوفي من الفنانين ما قابلين على نقابة الفنانين، ما قابلين على النقابة. ليش تتجاهل الفنان العراقي النقابة؟ ما تتجاهل، ولا وإنما نقابة الفنانين كيان
ضعيف يعني ما عندهم ذيك الإمكانية أن يشتغلون، ما عندهم إمكانية. إمكانية ما عندهم؟ ما عندهم، لا ما عندهم إمكانية، باقية فقط للإفادات والمؤتمرات والشيء. إمكانية ماديا يعني؟ ماديا نعم، وإمكانية أيضا المكانية، المكان اللي يقدمون به. طيب شنو الدور المؤثر للنقابة على الفنان العراقي؟ ما عندها أي تأثير. ماكو؟ ماكو. يعني وجودها وعدم وجودها؟ هي هاي المنحة من 1,200,000 نعم صارت 500 وهم ما تحصل. يعني اليوم من خلال كلامك وكلام الضيوف يعني دور النقابة فقط صرف هويات بس ولافتة بس سودة بس رحلة الفنان الفلاني ولافتة بالباب، هاي النقابة هذا مقرها. لكن احنا في هذا البرنامج ما نريد نذب اللوم فقط على النقابة أستاذ عدنان، انتو لا. كفنانين عندكم قصور من هاي الناحية؟ احنا ما عندنا قصور. انتو كناس مثقفين ليش ما تجمعتوا يوم من الايام وتسوون حل؟ اذا الطبقة المثقفة ما تقدر تسوي حل لنفسها. متجمعين وعندنا تجمع الفرق المسرحية الاهلية نعم اللي رأسها صبح الخزعلي. اي نعم موجودة، واكو مهرجانات تقيمها نعم الان يحضرون لها مهرجان يوسف الان المونودراما. نعم نعم. تشوف اختيار وجوه دخيلة على الفن اليوم يعني لأجل قلة المادة مثلا، الكلفة، قلة المادة قلة الدعم المادي أساسي. سبب رئيسي هذا إفشال العمل أساسي، هذا أساسي فشل العمل. نعم. داخل العراق. نعم. سبب هاي الوجوه. نعم. الدخيلة. نعم. على الفن. نعم. ما كان لكم رأي بهذا الموضوع؟ لا، هاي الشباب الآن مستعودين على الساحة، شباب مستعودين على الساحة. نعم. ولا أكو فنانين يعني ما للأسف الرواد القدماء نعم ما تركوا لهم ظلال، يعني فنانين جدد نعم نعم ما تركوا. اليوم الفنان العراقي شوف عدة ضمان من الدولة إلا ضمان، لو حال المواطن العادي ما كان له قيمة. الضمان شنو الضمان اليوم له؟ يعني اليوم أنت فنان عراقي شنو ضمانك بالدولة؟ يعني ماكو ضمان. ما لك أي ضمان؟ ماكو. سابقا أكو ضمان؟ ولا أكو ضمان كان، لا سابقا ولا حاليا. ولا حاليا. الكاميرا الخفية عدنان شلاش شنو ما. رأيك بها اليوم؟ الكاميرا الخفية هذا نشاط شخصي. شخصي. ما شوف فيه إهانة الفنان العراقي مع احترام الفنانين؟ لا مو أكو الكاميرا الخفية في مصر. لا أنا أحكي لك اليوم على العراق. العراق. اليوم شفنا هاي الشباب اللي جاي يسوي كاميرا خفية وتوصل إلى حد. ما شوف بها إساءة للفنان العراقي؟ بها إساءة بعض الموضوعات. موضوعات تكون تستخب الفنان العراقي أو أنت وقعدت اليوم من الأيام بالكاميرا الخفية؟ أي وقعت. كم مرة؟ بس الكاميرا الخفية بس متفاهمين. أكو تفاهم. نعم. هذا الموضوع دائما يسولفون به الفنانين، يقولون يتصلون بينا يعني وكأنه عمل. نعم. اليوم عندنا كاميرا خفية. نعم. مضبوط هذا الكلام؟ اي مضبوط صحيح. اذا مو كاميرا خفيه، تعتبر تمثيل. تمثيل. اي تمثيل. إيه حتى المشاهد يتاكد من هذا والمستمع يتاكد انه الكاميرا خفيه. لا تمثيل. انه اتفاقات. تمثيل اتفاق بين الممثل وبين الشخصيه اللي يقوم بالعمل. نعم. طيب خلينا نسوي مقارنه بين الماضي وبين الحاضر، شلون تشوف ثقافه المتلقي العراقي؟ المتلقي العراقي هاي الفضائيات. عشت هاي الفترات كلها. الفضائيات خلقت فجوة كبيرة. اي نعم. ما بين الفنانين.
نعم. والفنانين نفسهم بس نلتقي بمن؟ نعم. أنا ألتقي فقط بسامي قفطان صديقي وحبيبي، صبح الخزعلي، نعم، ومقداد عبد الرضا، نعم، نعم. بقية كلهم توفوا. وخير جليس في الزمان كتابه. كتابه. اليوم تعتقد أو تفتقد كثير من الأماكن للمكاتب، مو صحيح؟ شلون؟ اليوم كثير من الأماكن تفتقد للمكاتب، بحيث زمان الشباب تروح تقعد بمكتبة يسحب له كتاب يقرأه. يقرأه. مو؟ نعم يتناقش عليه. اليوم اليوم موجودة هاي الحالة؟ لا ما موجودة. شوف حتى في شارع الثقافة، شارع المتنبي، هذا الكم الهائل ما ينباع غير عدد قليل من الكتب. اي طبعا. هاي الحالة لمستها؟ اي اي موجود. سابقا شلون كانت؟ ايام شبابكم يا معود، تال انا في يوم من الايام قبل شفت مسرحية. نعم. بالمكتبة اللي كانت يمنا. نعم. فلوس ما عندي، 100 فلس. 100 فلس. نعم. خدت الكتاب. كتاب بقى عندي وقريته وهذه. لما أخذت فلوس من والدي اجيت أنطي 100 فلس. قال هاي شنو يا أبو المكتبة؟ قلت له والله هاي فلوس الكتاب سرقت منك. أيه. قال لي أخذها لك هدية، الكتاب والفلوس. مش قد كان عمرك؟ يعني 16-17 سنة. حبا بالكتاب. حبا بالكتاب. ما كان عندك فلوسه؟ ما كان، 100 فلس ما عندي أشتري. ورجعت طيته؟ رجعت ورا فترة طيت إياه، قال لا أخذها، أنت شريف، أنت حرام وشريف. الله. خلنا نأخذ فاصل ونكمل حديثنا مستمعينا ومشاهدينا الكرام. فاصل وراجعكم. عايشة بس ماكو هيك عايشة ستيريو. يا ابويا وحده هنا وحده طلعت بتمشيه. اوكي اوكي اوكي. قول لي اذا ناتك بمكان لو متحوله عيني بدوي. لا يا ابويا استحجت من هذا المكان وكانت الغير كثر. اوكي اوكي. قول لي اني بدي اشوفك بعد روحي. والله عاد هاي وليد العلم علمك، انا هاي ما اعرفها. لا لا هاي نو اوكي، لان اني بدي اشوفك ازدحام. قول لي انت وين؟ انا هنا يا ابويا. هنا وين؟ ورا ورا. اوكي شفتك مضبوط. اقول له نعم. ثواب لهلك يا ابويا، عمرك وزمانك سامعك واحد هنا اسمه شمس يا مشيعي. يقول لك لا لا شمس، يقول لك مشيعي. اسم الله اسم الله اسم الله يا ابويا. اهلا وسهلا، الله بالخير. اقول انت تعرفه؟ هو ياه مشيعي. هو يا مشيعي ها؟ مشيعي لابو الزوالي. نعم طلع لابو مشيعي. لابو الزوالي. لا ابو حتى شلك ويا. خيبو اجبني شرك في راسك عني. اعطيني عرب كفار. كترستي. شنو اعطيني عرب كفار؟ لازم جنابكم يريد يفصل لي قاط مصردين. يا بي لازم حضرتكم خراب. يا خياط يا خراب خراب الزردومك. اقول لك جاي قل لي بيه. إيه عجيب ما صار شيء. لك هلو ابو دري. كبدي ابو دري. هلا
واشف عطا واشف حبيبي يا ابو دريد واشف ابويا انا حسبالي تعرف الزلمه هذا ويعوف عوفه عم هذا فرقاس ما ينجاز فرقاس ما ينجاز لازم الاخم حصوب اقول شنو السن يا ظلام لو اني دا اشوفك الزحام حلوه سويته بالزاير سويته بالزاير انت وعماد بدن لعب لبي لعب طالب سويته بي عماد سوى بي من دخل وابو دريد عبد الجبار كاظم الله يرحمه كان دوره جميل جدا هاي النص خرجتته من النص بها عماد بدن كلش عبد الجبار كلش طلعنا واستمرت على هذا الموضوع استمرينا على هذا الموضوع يعني الايام الاولى ما كانت ما هم الفنان ولا الرياضي اي الدولة الان مشغلة بغير شغلات غير شغلات طيب برايك اي الاعمال العراقية اليوم تستحق تسويق برايك بس اكو مسلسلات قويه كلش قويه مثلا اذكر لنا اللي برات النار سنوات أمطار النار أمطار النار نعم مسلسلات ذئاب الليل نعم مسلسلات هي متفقين عليها نعم وين صارت السينما العراقيه السينما العراقيه ما بيها السينما ذيك السينما الرصينه بس اعماله هواي إيه؟ أعمال كثيرة سعد عدنان حوالي 100 فيلم إيه أكو إنتاج قوي كان بس يخضع إلى طبعا أكيد رقابة تقصد و... ترتيبات هواية تخضع عليها إيه لكن أجمل الأفلام عندنا لا مو جميلة ليش يعني لو تشوف السينما الفرنسية لا إحنا ما نريد نوصل للعالمية نقول اليوم إحنا على المنطقة مالتنا يعني عربيا نقول من بعد مصر مثلا من بعد مصر شنو من بعد احنا يعني متقدمين بالسينما لا نقول مراتب بعد مصر احنا لا ليبيا بعد مصر ليبيا احنا يا مرتبة احنا مرتبة عاشرة عربيا طبعا ما ظلمتنا هسه بهذا الكلام لا مو ظليمة لأنه الرقابة موجودة صور الأيام الطويلة يعني خاضعة إلى تكهنات وشغلات كلش مهمة خليني أرجع وياك للمربع الأول مسرحية المحطة وين صاروا أبطالها؟ نصهم ماتوا ربيع الشمر بأمريكا عماد بدان بالسويد هاي اثنين عندكم تواصل بيناتكم؟ اكو تواصل إيه نسأل واحد يسأل الثاني دخول صبحي العزاوي سائق الاسعاف صبحي العزاوي اشعل لهيب المسرحية بدخوله سائق اسعاف اي نعم سولفنا عليها سولفنا عليها يعني دخول صبحي سائق اسعاف بالاخير نعم طرح ملاحظتين ثلاثة نعم ثبتت بقت على دوره نعم أو أهم مداني أي نعم كان دوره جميل دور جميل وحلو أي نعم محمد أبو حشيش ومحمد صبيح وحسني عبد الجليل نصر السيف ممثلين مصريين عملوا كومبارس بأدوارهم لكن المشاهد ياسر عدنان اللي شاهد أعمالهم وكأنهم هم الأبطال أبطال الأعمال الأعمال مالتهم هو الممثل نفسه إذا المخرج مقتنع هو نفس الممثل يصنع نفسه منو عندنا بالعراق كومبارس وتعتبره نجم بالعمل ماله ماكو ما عندنا
ما عندنا نجوم الآن، ما عندنا نجوم، ما عندنا نجوم هسه، فقط محتلين الساحة آلاء شاكر، آلاء سين، اي نعم، وهذا اياد راضي، نعم، يعني كأنما العراق ما بي ماكو، بس اي نعم، بس هم، اي نعم. شنو السبب استاذ عدنان؟ لازم عندك اخبار من هاي المواضيع. والله ما عندي اخبار، يعني هذول علاقاتهم شباب. اي نعم. مهند ابو خمره شنو مهند ابو خمره؟ اي نعم. اي مهند، اي نعم. ومخرج و... مجدي وهبه، مجدي وهبه، حاتم ذو الفقار، فنانين مصريين، عادل ادهم، تشوف محمود المليجي يطلق عليهم الواحد منهم برنس ادوار الشر، الواحد منهم برنس دور الشر، يعني تقاسيم وجهه مثلا، يقول هم يصنعون نفسهم، يصنعون نفسهم الممثل، هاي الملامح موجوده اليوم عندنا؟ لا ما موجوده، ما موجوده، ما موجوده سابقا، حتى سابقا ما موجوده، سببها التحفظ بالناس على الناس، سببها التقاليد والممنوع، هذا ممنوع ذاك ممنوع، يعني اكو حريه مطلقه عند الفنان بمصر. نعم انا شفتهم بمصر، حريه مطلقه على المسرح ولا على بالسينما. طيب عدنان شلاش اليوم اكو احد يسال عليه؟ لا ما حد يسأل. أوه ايه. مو خوش خبر، ما حد يسأل. منتج، مخرج، ممثل، أنا اشتغلت الوسط الفني هذا، اشتغلت اخرجت فيلم الميكانيك الصغير، نعم، هذا فاز على جائزة دولية، نعم، راح وين فيلم الميكانيك الصغير وين؟ ما داعيت بيه؟ لا شو الداعي؟ ماكو حقوق، ماكو حقوق، نعم، يعني تشتكي عند محكمة تخلي محامي، المحامي ما عنده معلومات، ما عنده ثقافة فنية، نعم، حتى يدافع عنك ويسندك. فنان عراقي رحل ما تعوض. ايه من يعني هوايك فنانين من هم يعني ما. يعني ما عوض الزمن منو عندنا بالعراق؟ ولا اكو فنانين، عبد علي اللامي مثلا. ايه بس عبد علي اللامي بوقته هو مظلوم اعلاميا، والان مظلوم نسى في وقته، نسى في وقته ما حد يسولف فيه، طبعا هو نجم وهو معروف، نعم. لكن ماكو اعلام عليه، اي صحيح صحيح. متى كان الفن العراقي بعافيه؟ قبل 2003 ولا بعده 2003؟ لا قبل 2003 عنده عافيه، قبل 2003 عنده عافيه، لكنه العافية راحت. نعم بعد 2003. فنان عراقي كبير رحل وبتشيعة ماكو أحد مشى بجناسته. يوسف العاني. وبعد منو تذكر من عندهم؟ عبد الجبار عباس. نعم عبد الجبار عباس فنان جيد. نعم. مصرع بغداد، مرته ما قبلت اي فنان يود يشيعه، شيعوا اربعة خمسة وراح اندفن وانتهى، انتهى اعمالهم. سليم البصري كذلك، سليم البصري نفس الشيء، ما مشى وراه غير اربع نفرات. نعم صحيح، وهذا سليم البصري. ايه مع الاسف. شخصية كارهة وأديت دورها،
ماكو شخصية أديتها إذا مو مقتنع منها. لكن مثلا نقول كرهت عملها دورها. ماكو ما عندك. ما عندك. من الممثلين العراقيين يستحق أن يطلق عليه نجم؟ الآن؟ سابقا واليوم. يعني سامي قفطان مو قاصر. أكيد. يستحق. يستحق. بس سامي خليط للماضي وللحاضر. أي نعم، من الماضي وللحاضر. أي نعم. صحيح. اليوم؟ اليوم ماكو. ماكو. ماكو نجوم. هذا الكم الهائل. ماكو نجوم ماكو. ماكو. فقط مؤدين أدوار. هاي بس. يؤدي الدور وفقط. من الصبح لليل تشوف آلاء حسين وهذا عياد راضي محتلين تلفزيون، من تلاقيهم بالشارع ما تتعرفهم. أبرز الممثلين العرب اللي تحب أعمالهم، أريد نعرفهم. ولا كل القدماء. مثل من؟ يعني بغض النظر عن الموضوع اللي يشتغلوا، لأنهم جيدين. أكيد. مثل يعني خليل شو مثل خليل شوقي عندنا فنان. خليل إيه؟ نعم. من يذكره؟ نعم الله يرحمه. يذكره. نعم. تمنيت أن تقف مع أحد نجوم العرب بأدوار. والله. أكيد فن كل فنان إلى أمنية. نعم صحيح. بس هاي أماني مفلسين. شنو هذا؟ ليش فنان؟ التمني فقط. ليش تتمنى؟ ما أتمنى. أوقف بجانب فنان عراقي. نعم. ومن عنده إنسان جيد خلوق فنان بمعنى الكلمة. نعم. نعم. نجم الربيعي، محمد ناجي، فلاح عبود، علي داخل، محمد صقر، أبطال ذولا فنانين، أبطال مسلسل بيت الطين. بيت الطين رحلوا. اي طبعا بيت الطين بالمناسبة أنا كتبت الجزء الأول منه. أنا كتبته. أنت كاتبه؟ نعم. بعدين الطور. هذا الخبر جديد. اي هذا خبر جديد أنا كتبته. ما سامعي بوسائل الإعلام؟ أنا كتبت الجزء الأول من بيت الطين واختلفت ويا الجسمه وعفت. ما ذكروا اسمك فيه؟ ولا ذكروا اسمي ولا اسم. انت كتبته كامل؟ لا الجزء الاول. الجزء الاول كامل كتبته؟ اي. ليش ما ذكروا اسمك؟ والله ما ادري. وعفت هاي الحقوق؟ يا حقوقك وحقوق. معقولة؟ معقولة. يعني الجزء الاول انت كاتبه؟ نعم. معلومة جديدة. الجزء الاول انا كاتبه. نعم. طيب هؤلاء اللي رحلوا من هذا المسلسل، لو نفرض أكو يقولون أكو جزء خامس مثلا، أكو أفكار عن هذا الطريق، ينجح الجزء الخامس بدونهم؟ الجزء الخامس عن من؟ مسلسل بيت الطين إذا صار والفنانين نصهم رحلوا، علي داخل، فلاح عبود، محمد ناجي، محمد صقر، يعني تشوفه ينجح الجزء الخامس؟ لا ما ينجح. ما ينجح. ما ينجح لان هي تلقائي. تلقائي. نعم. ما يقولون العراق ولاد. اي ولاد. شنو ولاد؟ ولاد شنو؟ ولاد فنانين. فنان اذا ما يمر بمرحله ينتقل بها من مرحله الى مرحله اخرى ما نعم. يصير نجم. نعم. مش النجم مستحيل. أسماء ماذا تعني للفنان عدنان شلاش؟ نعم. المخرج عزيز عبد الصاحب. من هو؟ المخرج عزيز عبد الصاحب. عزيز عبد الصاحب أستاذي. أستاذي من 61. من 61؟ نعم.
وهذا السنين اشتغلنا فلوس الدوة. فلوس الدوة تأليف يوسف العاني. نعم. هو اشتغلناها وأنا ممثل بيها عام 61. بال 61 استمريتوا؟ استمريتوا؟ استمرينا، عرضناها أسبوع. نعم. فلوس الدواء ويا ست دراهم. ست دراهم. أم تأليف يوسف العاني. نعم. قدمناهن على مسرح بنينا احنا. نعم. مسرح. نعم. واستمرت المسيرة. نعم. عماد بدن. فنان. فقط فنان؟ وأخلاق وجيد. طالب الفراتي الله يرحمه، طالب مرجع. الله. مرجع، مرجع لكل قضية ريفية. فعلا أحسنت الوصف. يوسف العاني. يوسف العاني رجل نحس الله يرحمه. نحس من يا ناحية؟ نحس بالمعلومة ما ينطيها للواحد، يعني ما يشبعك بالنقد لما ينتقدك. اي نعم، هاي معلومة جديدة. اي طبعا. يعني طلبت منه، طلبت منه وما اعطاك؟ لا اخو، اشتغلت انا وياه بمسرحية بفرنسا. نعم. انا قدمت للسوربون، جامعة السوربون، قبلت على الدكتورة بفرنسا. اي. شقد استمرت؟ شقد استمرت المسرحية؟ شقد استمرت؟ يوم واحد. يوم واحد. نعم. سفير وما سفير. نعم نعم. عدنان الحداد. عدنان الحداد الله يرحمه فنان، بس ما مو موسوعي. نعم. ما عنده ثقافة فنية. ما عنده ثقافة فنية. حلو. عبد الجبار كاظم. عبد الجبار قارئ جيد. حلو. يقرأ. فنان راقي. فنان راقي. راقي، فنان راقي. نعم. ومن الصعوبة أن عبد الجبار يمثل شي دور بالمحطة. مثله. نعم. وكوميدي الموقف. نعم نعم. ليلى محمد. ليلى محمد دكتورة. نعم. ولأول مرة تصعد هي على المسرح بالمحطة. بالمحطة لأول مرة هي وطالب. نعم. ايه؟ نعم. عبد علي اللامي. عبد علي اللامي رجل يعني كفو وجيد، لكن ما سلط عليها الإعلام. ما سلط عليها. إيه هاي مشكلة. مشكلة. أي مشكلة. فيصل الياسري. فيصل الياسري رجل عنده فلوس. بس ما عنده خبرة. فيصل ياسر ما عنده خبرة؟ ما عنده خبرة. لا، افتح يا سمسم وغيره وغيره. افتح يا سمسم. أعمار خالد زهير الدجيلي كتب افتح يا سمسم. ايه اوكي. هو اخرجه؟ منو؟ فيصل. فيصل مو هو اللي اخرجه. شنو كان دوره الان؟ منتج. 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 ايه لكن عنده اعمال كثيرة. عنده اعمال ايه، بس محصورة. محصورة، ما متوسع بيها. ما توسع كودا. حالته المادية زينة. حالته المادية جيدة فيصل ياسري. نعم. سعدية الزيدي. سعدية، سعدية تعكز على ماضيها. على ماضيها. على ماضيها، يعني ما عنده شيء جديد اليوم. أكيد ما عنده شيء جديد. إيه؟ أنا أحكي لك على ماضيها، على عملها، أعمالها السينمائية. يعني عمل ريفي جيدة بي، وتتصور ماكو أعلى منها بعد. فيلم العاشق مثلت دورها. عبد الله العاشق. أي نعم. أي أنا مثلت بي. أي نعم. يعني صباح عطوان. صباح عطوان رجل موسوعي. نعم. وعنده كتابات. نعم. جيدة، إلا أنه ما يفسح المجال للآخرين للنقد، للنقد مني. نعم نعم.
تريد نقده أو نعم أي. فتحي زين العابدين فتحي مدرسة 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 بمعنى الكلمة من كان يشتغل قال أشوف المسرحية قدامي الله بالتمارين قال المسرحية قدامي أشوفها زين العابدين مدرسة طبعا ما جاملت أحد أنت بهاي الوصف ما جاملت كل أحد بهذا الوصف نعم. بالنسبة للفنانين شكرا على هذه الصراحة أنا أشكرك ونشكرك اليوم أستاذ عدنان على حضورك مبنى إذاعة صوت العاصمة ولبرنامج رحلة قطار العمر يا مرحبا ومياتنا ونشكرك جدا حياك الله وإحنا سعداء اليوم حبيبي مستمعينا ومشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم على أمل أن نلتقي بكم في الأسبوع المقبل إلى اللقاء Love.